السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. عدو يودر بيته كم كبره ويصير حق بيت هالفقير. شو بيته كم مكبره ومناسب هالفقير نسبه. يا سله حاسدنا على هالصنيديج هالصغيروني. كم عاد ما حولي ظهره من البيت ولا بحترج. عندي الله يسلمكم اليوم موعد الدوابه، الدوابه الاوليه وقفه بنسوي دوابه. شاب زين ابوي الجدر هاك المريا للعود لين عينه يميع الزبد. وحين ابوي بنبتدي فيه. اول سعرها موافج في الزبد هل بالمزرعه مال العين. زادوا ابوي 3 دراهم على الكيلو. ونشيت ابوي زاد ابوي على الكيلو 3 دراهم. وتبالشت لك وياهم وعندك ودونك يوم نحن نعمله من 30 سنة وعندك ودونك يلا يلا. ما قصروا هالإدارة جزاهم الله خير، قالوا أبوي بنعطيك إياه بسعرك الأولي لكن بس لمدة 6 شهور، وعقب 6 شهور أبوي يرد أبوي 3 دراهم يرد مكانها. أي مكان أبوي فيه ما شاء الله مواطنين يستاهلون ويا العرب. أي مكان كان في مزرعة أبقار ولا في شركة ولا شركة خاصة ولا أيا كان جزاهم الله خير الله يرحم والديهم ما يقصروا. بارك الله فيه يا شباب الوطن الله يرحمه. قلت عاد بخبركم اليوم عن برنامجي وين بسير وين بي، والباقي على الله سبحانه وتعالى. ريوق ابوي تو اليوم جاي، الريوق طال عماركم اليوم. ها from the beginning friendship what's my breakfast from the beginning one by one. اليوم طال عماركم قط روتية وحدة، روتية وحدة وقاصينها 4 قطيعات ها كل وحدة هالكبيرة. شو هذا friendship what cheese يلا كوكلي cheese ساتر and olive oil this one and then cheese كزبرة توميتو and olive oil thank you. هاي this is هاي 3 بيضات عادة 3 بيضات هنتين بس البياض وحدة ويا المحمالها، وهاي 3 زيتونات تحيدونها ليبة من هاك الحليب اللي خبرتكم عنه اللي امدح لكم اياه دوم. وايدين الباحب بعد من عمان من عمان بالذات يعني تتسارب يشترون. بس كالعادة هذا البرنامج يعني اليوم ما شيء زاد. اليوم تأرني أنا من كم من يوم ما أكلت بيض واليوم اتذكرت قلت لهم يخدموا لي كم من بيضة. انزين الحين كل من يبول له البيض، أي حد منكم يبول له البيض يبول الملاحة ولا مالت الفلفل الأسود، هذا لا بد ولا عذر. معروف عادة كم هي مساوئ ومضار الملح. إذا أنك البنادم بتروم تستعيض بس تحط فلفل أسود وايد أخير. عندك مثلا العيش الفوقة البرياني المكبوس اللي هو يعني شيء لا بد منه الملح، لكن في الأشياء هاي عادي يعني. ليش اللي شرات البيض وما بيض هذا قنب ولقمه ويغمه يعني اقى في ثمك ويتدربح الا حاشو بطن هو ما بدق طبول ما يباله. وانت يا البنادم من تصبح الصبح تضري عمرك ودي وديتين خلاص بتستوي عادة عندك بتفتك من الصدع والديانة. يبتدي عطل عماركم المشوار اليوم اللي هو يبتدي من عقب الريوق. خلاص عاد ريوق ها سلم عليكم الحين عاد نحطن 3 الجارينات هاي 3 هاكل انا خنيزية وميدول وخلاصة وكلهن يكون مجورنات وتنقاهن نقوى الله يحفظكم. ويل سبوية عادة فنيل وراهن فنيال ورا فنيال فنيال ورا فنيال هي لبيست فنيل. ترى وايدين ابوي ترى ما يعرفون يتفننون في الاكل. لا حتى الاكل ابوي لفن. الحين انت من تاكل الخلاصه ما تاكل وراها شيء ثاني. لا فن الاكل شرات فن العطورات. الحين يوم بتصير انت محل العطورات من تتروح بتزر راسك روحوك قناد ولا قهوه حق تختلف عليك الريحه منشه وعقب وروحوك بعطر ثاني او عطر ثالث بين كل عطر وعطر يروحونك شيء مختلف. عسب تفند العدل من المايل والارتبة طال عماركم هالنمونة نفس الشيء عساس تفرج بين طعم هاي من هاي ييج بين هاي وهاي تشرب فنيالين 3 قهوة. والله أنا صدق أرمسكم ما أمزح لتحرونها مزحي ولا شياته. لا والله أني يعني أنا صادق أني يعني عساس تعرف الفرق لازم هالنمونة ولا الموضوع الله يحفظكم الحين ما بموضوع حشو بطن، موضوع أنك أنت تتلذذ وتعرف الطعم وتعرف لذة وتفرق بين نعم الله من شيء لين شيء.
الله سبحانه وتعالى حاط في كل وحدة سر وكل وحدة طعم مختلف، كلهن نوايع وكلهن وكل نوع أخير على الثاني، لكن لازم أنك أنت تتذوق وتشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة. هب اللعق في بطن انتزار البطن، الحمد لله الحمد لله ما عليه، لكن الحمد لله على كل حال أكيد، لكن لازم تفند. ولازم أبوي توصف كل أكل أنت تأكله وكل هوا أنت تتنشقه وكل ريح أنت تروحه وكل نعمة تشوفه تشكر الله عليه. لازم يا أبوي ما يبودك عن شكر الله سبحانه وتعالى إلا النوم، إلا النوم هو بس الشيء الوحيد اللي يبودك عن ذكر الله. من تصبح لين تمسي الحمد لله على هالنعمة الفضيلة اللي نحن فيها، ترى أبوي نحن عايشين في عيش وخير نحسد عليه. لو بنشكر صبح ومساء بعدنا ما برو من وفي الله سبحانه وتعالى حقه، ولا نقطة من محيط برو من نوفي حقه في الشكر. انتوا لو تشوفون الواد مش قايل عايشين، نحن في الخليج اللهم لك الحمد عايشين عيشة رغد، نخيلنا في الشوارع، اللومي في الشوارع، الهنابي في المولات مبردة، السيائير كنديشنات، البيوت كنديشنات، كل أشيانا مدعومة، كل أشيانا الحمد لله الخير فضيل. الله سبحانه وتعالى ياخذ عنك شيء ويعطيك شيء اخير لك ودي. يابلنا الحر وعطانا ابوي الدنيا والخير والمكيفات والبترول وراحة البال والامن والامان، شباه براد والدنيا خضراء والمدافع تحن معالي راسي، ان شاء الله كالف. الله لا والله ابوي ابالي ابوي اعيش عيشتين ابوي بخير، وساصبح وامسي ابوي نصبح نمسي بيباننا كلها مشرعه ما تتغلقت بيباننا. وهذا الشيء تفتقد العالم كلها، الدول اللي غير كاميرات عند الباب وسكيورتي وحرس وناطور وشرطي، البلادين اللي من غير لا دمي من يظهر من بيته غلق الدنيا كلها وبند الكهرباء وبند الفيوزات وبند ما ادري شو، خبر المطافي وخبر هل بالشرطه وخبر هل بالانشورنس مال الضمان اني انا بظهر، تحمله ويستوي شيء على بيتي ويزيغ زياغ النصي يزي ويحاتي يلقط البيت ولا ما يلقط يوم بيرد، لهالدرجة الواد ما بعايش في أمان. ولا نحن فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى سخرنا أبويا هالحكومة الرشيدة بحكامها بوزراها بشرطتهم بعلمهم بخبرهم، كلن يخدم وكلن يربع وكلن يبى أبويا أرضاك أنت يا المواطن، يبى يعيشك أبويا عيشة رغد وعيشة أمان وراحة. انت لو بتصير اي وزارة ولا اي دائرة حكومية في الدول اللي من غير والله لا تتصروع ويزيغ عقلك يبوك من شيفهم، كلنا نويم وكلنا ننتفخ وكلنا غادي ويه التحرق قرص خمير، يعني زياغ يزيغون العقل. وفيما مراتهم في وزاراتهم في كل مكان، هذا حتى في مستشفياتهم الدول اللي من غير ريحة الجقارة تفوتخ في كل مكان، وهايك المعامل الصعبة وقلة الابتسامة ويرمسونك كأنك ساير تدور صدقة، يعني عيشتهم صعبة زيادة على اللزوم. ونحن اللهم لك الحمد من تجبل على الكاونترات في أي وزارة ولا أي دائرة حكومية ولا محلية ولا اتحادية اللي هو كان، من تجبل لقط الريح الخنينة تلاجفك من عند الباب تشدخ تضرب في خمرة الراس شمنة، ونقبلت ورمست العرب ولأنها أبوي تتبسم لك من كل سن كان ذكر ولا أنثى، تلقط أبوي ما تلقط الواحد مويم، تلقط الموظف غادي منتفخ وغادي غز التحرى غز الوغدة، لا يتبسم لك من كل سن كان ذكر ولا أنثى. شو السبب؟ شو السبب نحن في خاصة في الإمارات عادة حدث ولا حرج، نيته في المبيعات نيته في إدارة في أي مكان ولا خص في الإمارات، في الإمارات ما شاء الله تبارك الرحمن أن يأكل مواطن سفير ولا وزير ولا شيخ ولا عشير ولا أي وظيفة قابض المواطن، أي وظيفة حتى لو قابض دتشة ويبيع سمك في الشبرة بتلقطه بتلقط الابتسامة صبح ومساء ما تفارج وجهه، وين أقبلت عليه شد باع لو ما باع عنده ولا ما عنده الابتسامة هسدك، ما تيك نفسي تنباع إذا عنده بيزاب بتلقطه يضحك، وإذا ما عنده شيء ولا عنده ظرف طارئ بتلقطه مويم، لا
السبب طال عماركم النشأة الصالحة، التربية، البيئة اللي ربوا فيها، هاليتهم أكرام، أي واد مرحبانيين، فعلى هالأساس يظهرون لعيال شرات هاليتهم بعد ما يشابه هله مسروق الحب يظهر على بذرة. بارك الله فيكم. يتم يرحبون بالعرب يوم ما عندهم شيء، يوم الدنيا ضنكة، يوم الحالة كسيفة، اللهم لك الحمد الحين الحين ابوي الدنيا ريخة والناس بخير وسهالة، مرة ما حد عليه قصيرة، الناس ما حد يشكو باس، اللهم لك الحمد. واللي يشكو من الباس ويشكو من الضنك ومن الحالة الكسيفة هذا ابوي يالس في البيت كسلان ما يبي يتحرك، يالس ابوي في البيت متفويح ويبي الدنيا تي وهو يالس في البيت بدون لا يتعب نفسه ولا يصير يكد ولا يسعى ولا يشاتي ولا يبات، لا كل شيء قال اسعي يا عبدي وانا اسعي معاك رب العالمين. ابوي اعقلها وتوكل، هبيلس البيت وتريا يجيك شيء، البيوت طلقة والقصور طلقة والمكاتب طلقة والدواوين طلقة والبنوك طلقة وكل حد ابوي فاتح مكتبه، للأمر ابوي مشرعين بيوتهم ومكاتبهم ودواوينهم صبح ومساء، القصور من كنت يلي متفيزر في البيت وما تبت تلحلح، خاطب منوها نحينا هاي اللي يقولون ما حصلنا شيء، ما عطونا، ما حد يابلنا، يارس البيت بيبون لك منو اشاد عنك، واللي بيصير يبي يقضي حاية عند شيخ ولا وزير ولا سفير ولا حد من هالمعول ولا اي ذو مرتبه. وهذا بارك الله فيكم احد النماذج المدخان يعطعط يفوتخ شال الدنيا شل فوق راسه تبارك الرحمن، وهاي بعد ما شاء الله عينة أخرى توها واصلة بفوايلهم وفنايلهم وما شاء الله شيء حار وشيء بارد، عين عليكم باردة. بتقولون بلا ما احترق ما صار بقعة، أنا بخبركم شو السبب، اليوم جالسين أبوي من الصبح متعبلي مشاهدين هالمرية للعود، ها اليوم عاده يوم الذواب العالمي، كد وقفت الذواب الاوليه وحين هاي الذوابه اليوم عاده، هاي عاد لين تبرد. حفيظ كم تيم الحين؟ كم ساعه؟ 9 ساعات تقريبا 9 ساعات الحين المريل هذا عاد، شوف الجدر كم فقد، شوف هاللي الفاقدنا هذا كله تبخر، اللي تبخر هذا كله الرطوبه من الزبد، فالحين اللي تام هذا بيور كامل نقي. ترى الزبد من يصلحون يظهرون ويتيامع ترى يجمع رطوبة، الرطوبة هاي كيف تظهر؟ ما تظهر إلا على الضوء، ومن يعني مثلا نفترض الحين الجدر هذا فيه نص طن 500 كيلو، هذا 100 كيلو تبخرت، المية هاي تبخرت الحين، البارح بسيارة موزون 500 كيلو فيه، حاليا ما يقارب 400، بعد الحين بنضاف له البهار. نحن كيف بتقولون كيف حصل الوزن هماله؟ الوزن ماله يازنون الجدر بسيارته وعقب من يضيفون له الزبد ازنوه مرة ثانية، يازنون الجدر عند ظهوره اول دخوله المزرعة بالسيارة وهو الجدر فاضي، ويوم بيظهر من المزرعة عقب ما يتبزونه للعينه من يلايمون في الزبد نشوا بيه مرة ثانية وازنوه بسيارته، عطونا عاد الفاتورة وحاسبناهم وظهرنا، وهذا امورنا كلها على هالأساس. الذواب هاي ما تعول لو بتكمل سنتين، شو السبب؟ لأنه خالية من الرطوبة، ما فيها رطوبة أبدا ولا نقطة ماء. الحين وقت ها شو حط البهار بوت، ليش بعد ما بوت نحط ينكرم الذواب يكرمونها في البزار، فعلى هالأساس أقول لكم أنا ذوابتنا مميزة، ليش ذوابتنا مميزة؟ نحط لها بهارها كامل، هذا لقن وهذاك لقن، بعد الثاني يلا عشان بنات يلا ياركن الله، هذا عاد طحين البر، لازم طحين البر، بلي طحين البر ما يستوي محموس وناضي، يلا هذا بعدها اللقط الثاني. على هالاساس الريحه تم قويه وتشدخ، ما يجيك شيء طياري، لا شيء متعوب عليه، والخدمتي ولايتيه شو السبب؟ مكرومة الدواب ابوي في البهارات، تغلي شيء خيال.
فتاز ابوي الحين على ضو لين تعتزل لخلاصه ويبين تبين قاعه الجدر، عقب ابوي تبنت الضوء. عرفتوا ليش اليوم ما ظهرت اليوم ولا تحركت؟ وايكت من الساعه 15 دقائق وظهرت بيت ام عيد بن سيف لقبيس ايراننا وردي تراني ما رمت احترج اليوم البيت والسبه المريل. هذا المريل هو اللي يلسني طول النهار اليوم ولا احتركت وسبه. الحين عاد حطينا ادوياته وان شاء الله يباله من الحين تقريبا ساعه ساعه الا ربع وتسكر عنه الضوء. عاد لين يصير ويبرد الجدر هالمريل العود هذا يبوك يباله باكر لورا باكر يلا يلا يبرد، ومن يبرد يلا هاي الساعه قوموا صبوا في الدباء. ويبتدي التسويق ان شاء الله من يوم الاحد، فلذلك كل اللي ضارين ابوي ياخذون من عندنا ذوابه تعذرناها محين اكثر من 5 ايام. من عقب العيد وقفنا عزمنا ما نسوق. ليش؟ لانه تعبانين وعنتر رمضان وهذا، ولكن الحين ان شاء الله الذواب ذهبت والدهن عاد بتنصب ورا باكر اذا الله جعلنا بالحيين يوم السبت. وبيبتدي التسويق هيوم الاحد، ولا الابزار حطيناه من اليوم وامس ابتدينا اللايمه. وزناه وحطيناه ابوي في غراشه ووثقناه وكله عاد بيتسوق مره واحده، الذوابه والابزار كل يوم الاحد عاده. انزين، وبخصوص الاسئله اللي جت، والله شو فائده الكركم؟ وشو فائده البقدونس؟ وشو فائده الكزبره؟ وشو فائده العزل؟ وشو فائده الزنجبيل؟ منو اللي يتسالون الصبح هذا؟ اللي يتسالون من الصبح، من امس من نزلنا الفيديو ها مال الكركم ومال العصير هاك الصبحاني؟ هذا شو انا ينخذ؟ يعني شو سببه؟ هذا شو حقه؟ وليش؟ وشو شو يسوي؟ شو فايدته؟ يعني انا ما اشوف شيء عندي جواب حق سؤال عام، هذا سؤال عام، ادخلوا الانترنت وشيكوا، شو فايدة الاشياء هاي؟ اشياء هاي طبيعية، اشياء هاي طبيعية، إذا ما نفعت ولا ما تضر؟ الكركم ينفع، الزنجبيل ينفع، والعسل ينفع، والجرفة تنفع ولا واللومي ينفع، ها كل أشياء فيها فايدة، البقدونس والكزبرة، ها كل أشياء فيها فايدة يعني، ما بشيء ماخذين عبث. فهالأساس ما رديت ولا على آدمي من اللي سأله وهالأسئلة اللي ما لها معنى. ما يحتاج الواحد يسأل شو فايدة الجرفة؟ شو هذا؟ يعني الآدمي يسأل عن الشيء له معنى. يعني الأسئلة هاي الواحد يسأل من يسأل عنها الإنترنت. تسأل في الإنترنت يا أبوي شو فايدة العسل؟ شو فايدة الزنجبيل؟ أشياء معروفة هاي، إذا ما ينفع ولا ما يضر أبداً. شوف ايش قال حينه بعدها تاخذ عاده على عمرها، تاخذ على عمرها لين مره. يوم يقول لك مريل بولحلق، هذا بولحلق، ها هاي هذا يوم يسمونها مريل بولحلق. والاول مرايل يتخققوا بهن اللي عند مريل هالنمونه، شيء مريل بحلقتين، شيء مريل بثلاث، شيء باربع. شو قال؟ بركان بركان خطر على التليفون يطيح في الجدر. شوف بعد حين ما صفى تو بادي، لازم الصوره تبين تبين قاعه الجدر. يوم بتبين قاعه الجدر معناته انه الذواب ذهبت. ومن تعتزل الخلاصه تحت والدهنه فوق عرف انه ذهبت. مره تاخذ روح حيم غادي رقم واحد. شوف الحين ها كل دقيقتين ثلاث يحوثونه، ها 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 تحرى بركان، فوهت بركان يا غدي. قاعد اللي هني طالع كان شيء هم بزاهب يبقى، ها تعال تعال يبقى بنصور هني حق الجماعة. خلي تحت تحت، يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. ها مدينة محمد بن زايد، شو ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. لا ما شاء الله تبارك الله تختبند، ما شاء الله تبارك الله تختبند. زين صد ياي طالعني كاميرا، قول مرة ثانية ما شاء الله. اقرأ عليه قول ما شاء الله ما شاء الله.
تبارك الله تبارك الله تختبن تختبن. يلا قول ما شاء الله تبارك الله تختبن. شاطر. شل 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 شلك برق هي وده هناك عند البشكارات بعد هي كرهات. شو الحين مثلا ويه لنضوي جريب تنضى يمكن باجي ربع ساعة ولا 20 دقيقة. ترى نحن ذوابتنا ما نحط فيها حلبة، الحلبة ما تدور، الحلبة أبدا ما تدور عندنا ولا نستعملها في الذوابه أبدا ولا في الإبزار، ممنوع منعا باتا. لحد يسألها السؤال مرة ثانية. وطريقة ذوابه هي طريقتي الأولية ما اختلفت اللي من قبل حوالي 35 أو 32 سنة لين اليوم ولين باكر، نفس الطريقة ونفس المقطع. والطريقة هي الأولية، طريقتي الأولية نفس المقادير، يختلف عادة من وزن لوزن. وتبين ترى الذواب حتى اللي عنده خبرة يقدر يعرف الذواب من صوته إذا زهبت له لا. ها أبوي قال لكم بارك الله فيكم إن البيع من يوم اللحد، الحين ما شيء يبي تسويق من يوم اللحد، وقف بتري التليفون يمكن المسجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أنا أبوي نسيت أخبركم إني باكر بسير الدمام لمدة يومين، يومين بسير الدمام إن شاء الله. باكر أبوي بطير من دبي، بجلس في الدمام الخميس والجمعة والسبت، بضوي ضي عادة يوم السبت وأضوي ضي إن الله رادك.